السيميليتور. فاحنا بنجرب اللي احنا نعمل الكلام ده على الايه؟ على السيميليتور. هنجيب زي ما اتفقنا مع بعض، هنجيب لنا كلاود. الكلاود ده هيكون ماي بي سي، هكتب عليها اللي انا ايه؟ اللي انا الماي بي سي بتاعي، وهربطها بالايه؟ بالكارت بتاعي وبرنج الايبهات. يعني هبتدي بقى اللي انا ادي رينج الايبهات، تمام. هنربط الايه؟ الكلاود بالايه؟ بالجهاز بتاعي، تمام. نخش ايه؟ نعمل اليو دي بي بورت الاول، اليو دي بي، تمام. ونعمل اد بعد كده ايه؟ هنقول الجيجا 1/2 ونايه 2 واي، ونقول له اد. يبقى احنا كده ربطنا بالايه؟ بالكلاود. رينج الايبهات بقى بتاعنا اللي هو كام؟ اللي هو رينج الايبهات بتاعنا هنكتبه بتاع الايه؟ بتاع الكلاود اللي هو الجهاز ده. ده هيكون عباره عن الاي بي هات. هنعتبر الاي بي ده هو البابليك اللي هو بتاع جهاز الكمبيوتر بتاعك، اللي هو مثلا 192.168.0.0/24. هندي للفاير وول 192.168.0.254. هندي للفاير وول 254. والجهاز بتاعي طبعا هيكون واخد الاي بي اللي انا مديه في الايه؟ في الكارت. لو احنا جينا نبص على الاي بي بتاع الكارت هيكون كام؟ احنا عاملين الاثنين يو دي بي على فكره، عاملين الاثنين يو دي بي. بنعدل ان شاء الله. في الربط اللي هو بتاع الكلاود. في ربط الكلاود احنا عاملين الاثنين يو دي بي. 0.123. طيب احنا عاملين كلاود، نرجع هناك تاني للكلاود بتاعت ال ان اس بي. نرجع عليها نضغط عليها كليكتين. احنا رابطين الاثنين انترنال. المفروض نحذفها ونرجع نعملها تاني. المفروض نربط بالواي فاي. نربط بالايه؟ بالواي فاي. ونربط بالكارت ده. تمام؟ ونربط بالايه؟ هو ده مش هيعمل لوب معانا ولا جربته قبل كده وشغال صح؟ لا اشتغل ان شاء الله. 1/2. 1/2. نعمل له اد. تمام كده ايه؟ مفيش مشكلة. نوصل بقى الايه؟ هنوصل البي سي بتاعنا اللي هو الكلاود ده مع مين؟ مع الفاير وول. هنوصل البي سي مع الايه؟ مع الفاير وول. هنختار مثلا مش 0/0/0، خلينا هناخد ايه؟ لان هيبقى ده انتراست. فطبعا مش هنعرف نشيل جيجا 0/0/0 من الايه؟ من التراست زون، لانه باي ديفولت معمول فين؟ في التراست. سيبه زي ما هو، تمام. لازم هنقعد نشيله؟ لا، خلينا ناخد انترفيس تاني غير ايه؟ غير جيجا 0/0 على ايه؟ على 0. ناخد انترفيس مثلا وليكن جيجا 1/0 على كام؟ على 0. وبعد كده هنيجي نجيب سيرفر. سيرفر بقى في الايه؟ في التراست زون اللي هي الشركه. هحطه بقى في الشركه اللي هو الايه؟ التراست زون بتاعتي. هكتب على دي انتراست عشان ابقى عارف الجزء ده اللي هو الماي بي سي مع الفاير وول ده الانتراست اللي هو المفروض هينيشيت الايه؟ الفي بي ان. ده اللي هو الايه؟ الانتراست زون بتاعتي. في عندي الايبهات بقى الايه؟ اللي هي الفيرشوال. مش انا قلت لك انت بتعمل للتنل ايبهات؟ فاحنا هنخلي الايبهات بتاعت التنل في رينج 192.168.1/0. واحد ايه؟ 0. تمام؟ سلاش كام؟ 24. ده الايبهات بتاعت الايه؟ التنل نفسها اللي هي البرايف بتاعت الايه؟ بتاعت التنل. وخلي بالك احنا عاوزين نحذف الاي بي اللي هو بتاع كام؟ اللي هو بتاع جيجا 0/0/0، لان نفس النتورك بتاعت مين؟ جيجا 1/0/0 اللي احنا عاملينه. بالظبط كده. يبقى احنا المفروض ايه؟ ندي ايبات مختلفه او نقفل الايه؟ البورت بتاعنا. بس يفضل يعني اللي احنا ايه؟ نحذفه عشان ما يعملناش ايه؟ كونفليكت. يعني دخله في رينج تاني مثلا، ادي له رينج 4/0، اي رينج. احنا هنغير الايه؟ اول حاجه هندخل ندخل الايه؟ الديفولت ايه بتاعنا. ندي الايه؟ النيو باسورد. اندو تيرمينال مونيتور، تمام. سيستم نيم، ندخل على السيستم فيو، ندي الايه؟ الاسم فاير وول.
ندخل على الايه؟ اهو السيستم نديله ايه؟ فاير وول. تمام، ندخل بقى على الانترفيس جيجا 0 على 0 على 0 ونغير الاي بي بتاعه عشان ما يعملش كونفليكت معانا مع الايه؟ مع الاي بي بتاعه. جيجا 0 على 0 على 0 نديله مثلا اي بي ادرس في رينج 4 نديله 4 1 مثلا. اي بي ادرس 192 168 4 كام؟ 4 1 ماسك 24. تمام، ادخل بقى على الايه؟ اعمل الاول السيرفر. خلينا الاول نعمل الايه؟ السيرفر الاول نوصله وندي رينج الايه؟ الاي بي هات. هندي مثلا رينج اي بات 10.1.1.0 رينج اي بات للتراست 10.1.1.0 سلاش كام 24. هندي للسيرفر دوت 10، السيرفر بتاعنا هياخد دوت 10 والجيت واي هياخد 10.1.1.0 ونوصلهم. هنوصل بقى على انترفيس مثلا جيجا 1 على 0 على 2. خلينا واحد ماشي، واحد على زيرو على واحد مفيش ايه؟ مفيش مشكلة، مش هتفرق يعني. شو جه واحد على زيرو على كام؟ على اتنين. نشغل السيرفر، هنبتدي بقى ندي البيزك كونفجريشنز بتاعتنا ونشوف الأول الـ هقدر أشوف الفاير وول ده ولا لأ. ندي البيزك كونفجريشن، نشغل السيرفر، نبتدي ايه؟ نشغل السيرفر. ودي بالنسبة لنا اللي هي التراست زون، ده بالنسبة لنا الايه؟ التراست زون. بالنسبة لنا كده الايه؟ ده التراست زون. تمام، تعالى بقى ايه؟ ندي البيزك كونفجريشن للايه؟ للفاير وول. ده اللي هو الفيرتشوال اي بي، اللي هو التانل اي بي، ده الاي بي بتاع الايه؟ التانل بتاعنا. ندخل بقى على الايه؟ على الفاير وول نفسه. ندخل على الانترفيس جيجا 1 على 0 على 0 وندي الاي بي ادرس بتاعنا. جيجا 1 على 0 على 0 ندي الاي بي ادرس 192 168 0 254 وسيرفيس. مانج سيرفيس مانج اول بيرميت، نفتح عليه كل الايه؟ السيرفيس بتاعتنا. زيرو كام؟ 254. هنقول سيرفيس مانج اول بيرميت، اول بيرميت. وبعد كده هنعمل ايه بقى؟ تعالى ندخل بالمره الانترفيس في الايه؟ في التراست. تمام، ثانيه كده، دقيقه كده يا جماعه. هنعمل ايه بقى؟ قلنا خلاص ايه اللي احنا عملنا الايه؟ السيرفيس مانج اول بيرميت. بعد كده هنعمل ايه؟ هندخل الانترفيس في الايه؟ او تعالوا ايه؟ نعمل البيزك كونفيجريشن برضو الجيجا 1 على 0 على كام؟ على 2. انترفيس جيجا 1 على 0 على 2. هنقول له الاي بي ادرس بتاعنا 10.1.1.1 ماسك كام؟ 24. تمام، هندخل بقى الايه؟ الانترفيس في الايه؟ في الزون. هنقول فاير وول زون تراست واد انترفيس جيجا 1 على 0 على 2 فاير وول زون تراست. هو مش هيكمل هنا يعني، هو مش هيكمل لو خرجنا من الايه؟ من المده. فاير وول زون تراست، وبعد كده ايه؟ اقول له اد انترفيس جيجا 1 على 0 على كام؟ على 2. 1 على 0 على 2 واقول له فاير وول زون انترست واضيف اللي هو كام؟ جيجا 1 على 0 على كام؟ على 1. اد انترفيس اهم اللي هو جيجا 1 على 0 على كام؟ على 1. بعد ما عملت الايه؟ الدنيا دي كلها، عاوز اللي انا ابتدي اعمل ايه بقى؟ اعمل الكونفجريشن بتاع مين؟ بتاع ال ال تي دي بي. الكونفجريشن بقى بتاع الايه؟ ال
2 تي بي. الستبس بتاعتك انت هتعمل ايه اصلا عشان تكونفيجر الايه ال 2 تي بي؟ اول حاجه هتيجي على الفاير وول ده اللي اسمه ال ان اس، هتكتب على الفاير وول ده اسمه ال ان اس اللي هو ال 2 تي بي نتورك ايه سيرفر. هتسمي الفاير وول ده ال ان اس عادي، يعني ممكن نغير اسمه بدل فاير وول هنسميه ايه ال ان اس عشان نبقى عارفين اللي هو ده ايه ال 2 تي بي نتورك ايه سيرفر بتاعك، عشان نبقى احنا ايه فاهمين الدنيا ماشيه ايه ماشيه ازاي. اول خطوه هتفعل الايه ال 2 تي بي. تعالى فعل الايه ال 2 تي بي، هتقول له ال 2 تي بي انيبل، عاوز افعل البروتوكول التانلينج اللي هو ايه ال 2 تي بي، فانا هقول له ال 2 تي بي انيبل كده. انا فعلت الايه ال 2 تي بي، هو مقفول مش شغال، بدات اللي انا افعله على مين؟ على الفايرو. بعد كده هكريت الانترفيس الفيرشوال بتاعي، هقول له انترفيس فيرشوال تمبلت، انترفيس فيرشوال تمبلت 0، هكريت الانترفيس اللي هو الايه؟ هكريت الانترفيس الفيرشوال تمبلت بتاعي اللي هو كام؟ اللي هو 0. ممكن اكريت ل 16 16 فيرشوال. ممكن يبقى تعمل لحد 16 ايه؟ انترفيس، عندك اعمل انترفيس فيرشوال كام؟ انترفيس فيرشوال 0. طيب بعد ما عملت الانترفيس فيرشوال 0 هتعمل ايه بقى؟ ركز بقى معايا في النقطة دي عشان انت مهم اللي انت ايه؟ مهم اللي انت تفهمها، مهم اللي انا افهم انا هعمل ايه بالظبط. قال لك هتعمل الاتي، هتدي اي بي ادرس للانترفيس الفيرشوال اللي هو الاي بي بتاع التانل اللي احنا ايه اللي احنا قلناه، مش احنا قلنا في رينج عندك بتاعت التانل اللي هو 192 168 واحد، هتدي له مثلا هتدي للراجل ده هنقول واحد كام؟ واحد واحد مثلا، ادي للراجل ده ايه واحد واحد. الماسك بتاعه كام؟ 24. تمام الماسك بتاعه كام؟ 24. طيب لو انت اديت اللوكال اي بي انت محتاج تدي الريموت ادرس اللي هو بتاع الايه؟ بتاع الكلاينت نفسه، مش انت فاتح التانل ما بين الكلاينت ومين؟ والفاير وول. فانت عشان تدي للكلاينت هتعتبر الكلاينت اللي هو الاي بي بتاعه مثلا 1.10 مثلا، يبقى انت هتقول ريموت ادرس اللي هو بتاع الكلاينت اللي هو البي سي بتاعك، ريموت ادرس 192 168 1 كام؟ 1.10. لكنك انت اللي بتعمل الايه التانل من خلال الايه الفيرشوال ايه انترفيس وتقول له انتر. يبقى انت كده عملت في الخطوه دي ايه اديت اي بي للفاير وول نفسه على الفيرشوال اللي هو كام 1 1، واديت الريموت اللي هو الكلاينت اديته كام 1 دوت كام 10. هتعمل ايه تاني؟ قال لك هيبقى في اوثنتيكيشن، انت المفروض تطبق في التريبل بي اوثنتيكيشن. فاكر التريبل بي اوثنتيكيشن؟ لازم بتيجي تقول له تريبل بي اوثنتيكيشن مود اللي هو الراجل هيعمل معاك اوثنتيكيشن بالايه؟ بالتريبل بي مع على الانترفيس ده. يبقى هتقول له تريبل بي اوثنتيكيشن مود اتشال. لا مش هنا، انت على الانترفيس الفيرشوال زي ما انت، يعني الانترفيس نفسه الكلاينت هيجي يبعت له اليوزر نيم والباسورد على التريبل بي. هتقول له تريبل بي تريبل بي اوثنتيكيشن مود، الاوثنتيكيشن مود بتاعنا اتشال. اوثنتيكيشن مود ايه؟ اتشال. هتقول له ايه انتر. معنى كده الكلام ايه؟ اللي الكلاينت اللي هو الجهاز الكمبيوتر بتاعك هتقول له يس، تقول له هنا بيقول لك ايه اللي انت هنا هتبقى هيبقى فيه ايه اوثنتيكيشن، فانت محتاج اللي انت ايه تظبط الايه الاوثنتيكيشن. قول له ايه انا فعلا عاوز اظبط الايه الاوثنتيكيشن، هيبقى لوكال يعني، وبقول لك هيتعمل لوكال، فانت تقول له ايه يس مفيش ايه مفيش عندي اي مشكله. يبقى انت في المرحله دي فتحت انترفيس فيرشوال اللي هو بتاع التانل بتاعتك. بعد ما فتحت الانترفيس الفيرشوال بتاعت التانل اديتها اي بي بتاع التانل وشاورت على الريموت اي بي اللي هو بتاع الكلاينت، وبدات اللي انت تقول ان الاوثنتيكيشن هيجي لك اتشال، التريبل بي اوثنتيكيشن بتاعك هيكون ايه؟ هيكون اتشال. طيب عملت الكلام ده خلاص وظبطت الايه؟ الدنيا. محتاج اللي انت تفتح ال 2 تي بي جروب على الفاير وول. هتفتح ال 2 تي بي جروب على مين؟ على الفاير وول. هتخرج من المود ده عشان بقى تبتدي تشاور على اليوزر نيم والباسورد بتوع مين؟ التريبل بي. هتقول له ال 2 تي بي جروب، انا عاوز اعمل ال 2 تي بي جروب، الجروب ده رقمها كام؟ رقمها او جي 1 بس اي حاجه ال 2 تي بي جروب، واقول له جي 1 مثلا ايه اللي هو جروب كام؟ جروب 1 وانتر. بعد كده هتقول له ايه؟ هتبتدي تقول له الاو ال 2 تي بي، انا عاوز افعل الايه؟ ال 2 تي بي فيرتشوال تمبلت، هربط بالايه؟ بالفيرتشوال تمبلت. قال له ال 2 تي بي فيرتشوال تمبلت 0 مع الايه؟
ريموت هشتغل ريموت ال دوت بي فيرتشوال تمبلت زيرو ريموت مع مين بقى؟ قال لك ريموت مع الكلاينت تمام ريموت اكتف كلاينت هسميها هسمي الايه ال اي سي انا هنا بسمي مين؟ الجهاز بقى اللي هيعمل بسميه كلاينت مثلا يبقى انا هريموت مع مين؟ مع الكلاينت واقول له الاوثنتيكيشن بعد كده اعمل عنده استفهام بعد ما عملت مثلا ايه كلاينت هيبتدي يقول لك الدومين يعني انت عاوز بقى تعمل اوثنتيكيشن على دومين ايه؟ دومين ايه؟ تقول له ديفولت الدومين بتاعي هيكون ايه؟ هيكون الديفولت بتاعي الديفولت اللي هو الايه؟ ممكن نستغنى عن دي لو احنا مش عاوزين ممكن نستغنى عن دي عادي يعني ممكن نسيبها ايه زي ما هي عادي وكده كده الاوثنتيكيشن ايه؟ ديفولت ونضغط انتر يبقى انت كده عملت الايه؟ ربطت الجروب بالايه؟ بالفيرشوال انترفيس وقلت له اللي انا هعمل مع اللاك اللي هو بالنسبه لي هيكون اسمه كلاينت ده الاسم بتاعه. طيب هتعمل ايه في الجروب تاني؟ قال لك اللي انت هتبتدي تشاور على اليوزر نيم والباسورد الراجل اللي هو الكلاينت ده وهو جاي يستبلش ال ال تي تي بي محتاج يبعت يوزر نيم وباسورد بتوع التريبل بي يبقى انت هتقول له تنل باسورد اللي هو التنل بتاع مين؟ اللي هو رايح بقى تقول له تنل باسورد سايفر وتقول له مثلا سايفر وتقول له اتش 1 يبقى الايه؟ يبقى الباسورد بتاعتك هتكون كام؟ اتش 1 وتقول له ايه؟ انت يبقى انا كده الباسورد بتاعت اللي انا هبصيها من على الجهاز اتش 1 قال لك ما تنفعش يبقى نعملها مثلا ايه؟ اتش 1 2 3 والاتش تكون كابيتال مثلا نغيرها بيقول لك لازم تكون كومبلكس فاحنا نقول مثلا اتش 1 2 3 مثلا نشوف كده هتنفع ولا ايه؟ ولا لا؟ ما نفعتش برضه يبقى نعمل ايه؟ نكتب كلام اكتب مثلا باسورد البي كابيتال 1 2 3 باسورد البي كابيتال ايه 1 2 3 مثلا لازم تحط لها حروف وايه ابر كيس وايه ولور كيس باسورد وان تو ثري خلي بالك انت عامل الاو زيرو عشان برضو لما نيجي نعمل اوثنتيكيشن يبقى احنا ايه عارفين انت كده اخد الايه الباسورد طب اليوزر نيم بقى اللي هتعمله ايه هيكون الايه كلاينت هتقول له تنل نيم كلاينت انت هتروح تدخل وانت بتبعت في التريبل بي هتبعت لي اليوزر نيم بتاع الكلاينت والباسورد باسورد 1 2 3 يبقى تنل نيم كلاينت ده اللي هو بتاع الاوثنتيكيشن بقى بتاع الايه ال ال تي تي بي بتاع التريبل بي تنل نيم تنل نيم اسم الايه التنل وانت رايح هتقول له ايه هتسميه كلاينت خلي بالك بقى الايه الاسماء انت لو عملت ابر كيس في الاول يبقى انت ايه يبقى انت عارف انت ايه يبقى انت ايه قول له ده اسم الايه ده مسمى اللي هو المسمى بتاع ال اي سي اما ده اليوزر نيم اللي هيتبعت في التريبل بي نيجوشيشن اللي هو التنل نيم اسمه ايه كلاينت سي كابيتال سي كابيتال ماشي خلاص كده عشان يبقى احنا ايه مركزين واحنا ايه احنا شغالين عشان ما نغلطش واحنا بنعمل الايه الربط ما بين الاثنين انتر يبقى انت كده عملت ايه كده انت ظبطت الايه ال ال تي تي بي كله قال لك طب انت في انترفيس فيرتشوال هتعمل ايه في الانترفيس الفيرتشوال هيبقى في التراست ولا الانتراست اقول لك ده هو في الانتراست هنحط بقى الايه الانترفيس الفيرتشوال في الايه في الانتراست مش احنا عملنا انترفيس فيرتشوال تيرمينال فيرتشوال تمبلت سوري هنحطه فين بقى لا هنحطه في الايه في الانتراست زون حطه في الايه في الانتراست زون هتقول له فاير وول زون انتراست فاير وول زون انتراست اطلع بعمل ايه من المود ده خالص هتقول له فاير وول زون انتراست وتقول له اد انترفيس فيرتشوال تمبلت اللي هو كام اللي هو زون يبقى انت كده عملت كونفيجريشن مين ال ال 2 تي بي كله ناقصك بس حاجه اللي انت هتريليز الترافيك ومحتاج يوزر نيم وايه وباسورد كيوزر هتشتغل على سيرفيس ال 2 تي بي محتاج اليوزر نيم والباسورد بتوع الايه بتوعك انت شخصيا ده غير اليوزر نيم والباسورد بتوع التريبل بي اللي احنا لسه عاملينهم اللي هو كان كلاينت وايه وباسورد 1 2 3 محتاج انا اليوزر نيم والباسورد بتوعي عشان اوثنتيكيت نفسي مع الايه مع ال ال ان اس ده غير الاوثنتيكيشن بتاع التريبل بي يبقى انت محتاج الخطوتين دول عشان تريليز الترافيك ما بينك وما بين الايه السيرفر اللي موجود هتعمل ايه؟ قال لك هعمل سكيورتي بوليسي مش احنا اتفقنا
اللي احنا بنظبط الدنيا بتاعتنا على الايه، على الفاير وول بالسكيورتي بوليسي. طيب قال لك هتعمل سكيورتي بوليسي ازاي؟ قال لك هعمل سكيورتي بوليسي تريليز من التراست للايه؟ للان تراست، لان اللي هيفتح الكونكشن مين؟ ممكن اللي هو يرد عليك، فعشان يرد عليك يبقى انت لازم تريليز منين؟ من التراست اللي هو السيرفر، التراست اللي هو السيرفر للايه؟ للان تراست. ومن الايه؟ من الان تراست هينيشيت كونكشن لمين؟ للتراست. فانت محتاج تعمل الايه؟ الاثنين سكيورتي بوليسي. تعال نعمل كده سكيورتي بوليسي. يعني حتى الريتن ترافيك برضه لازم اعملهم. لان هنا انت بتشتغل انيشيشن، كلاينت انيشيشن بقى. هو اللي هيبتدي يعمل الايه؟ هيستبلش الكونكشن، وبعد كده هو هيرد عليك بنفس رينج الاي بي بتاع السيرفرات. يعني انت هتحدد رينج الاي بيات كمان. يعني هتقول له سكيورتي بوليسي، تقول له سكيورتي بوليسي رول نيم، هنسميه ايه؟ رول نيم. هتديله بقى الاسم بتاعك، انتر بعد ما تعمل سكيورتي بوليسي. تدخل في المود بتاع الايه؟ السكيورتي بوليسي، وتقول له رول نيم، هنسميها مثلا ار 1. دي الرول ايه؟ الاول رول نيم ار 1، تمام. انتر، ونقول له السورس زون هيبقى مين؟ هيبقى التراست اللي هو السيرفر. الترافيك منين؟ من السيرفر. سورس زون تراست، رايح ديستنيشن زون ان تراست اللي هو مين؟ اللي هو الكلاينت. السورس زون تراست، لا ما احنا مش هنكتب الاثنين بقى مع بعض، احنا بنعمل سورس زون انتر ديستنيشن زون اللي هو الايه؟ الان تراست. طيب السورس ادرس بقى هيكون كام؟ السورس ادرس هيكون رينج الاي بي هات بتاع مين؟ بتاع السيرفر، اللي هو كام؟ 10.1.1.0، 10.1.ماسك. هتقول له ماسك، ماسك كام؟ هتكتب ماسك 24، ماسك 24. انتر، لا قال لك لازم تكتب الماسك ايه؟ بالطريقه العاديه اللي هو 255 255 255 كام؟ 0. الاكشن هيكون ايه؟ هيكون بيرفكت. الاكشن هيكون بيرفكت. يبقى ده اول رول انت عملته. لو السيرفر هيرد عليك لازم ايه؟ تريليز الترافيك من ايه؟ من التراست للايه؟ للان تراست. طيب الرول الثانيه بقى العكسيه، اللي انت هتكون رايح منين؟ من الان تراست لمين؟ للتراست. فانت هتعمل سكيورتي بوليسي رول نيم ار 2، هنكتبها برضو ايه؟ بتدخل الاول في المود بتاع السكيورتي بوليسي، وبعد كده تقول له رول نيم ار 2، تدخل في مود السكيورتي بوليسي الاول، وبعد كده تقول له انتر ار 1. لا لا سكيورتي بوليسي انتر من غير الار 1، واحنا بندخل جوه السكيورتي بوليسي ندي الايه؟ الرول. هتقول له رول نيم ار 2، ده الايه؟ ده الار 2. انتر، هيقول لك انا عاوز السورس زون ان تراست. المره ده هيكون السورس زون ان تراست، سورس زون ان تراست، ديستنيشن زون تراست. هيكون بقى الايه؟ المفروض هنا تقول الديستنيشن اي بي اللي هو الديستنيشن ادرس. هنبتدي نعمل الديستنيشن ادرس اللي انت رايح لمين بس هناك. قال لك رايح ل 10 اللي هو كام؟ 10.1.1.0. ماسك كام؟ قال لك ماسك 255 255 255. والاكشن بتاعك هيكون بيرميت. الاكشن هيكون بيرميت. بعد كده هتعمل ايه بقى؟ قال لك هتعمل بقى انت دلوقتي عملت ريليز لمين؟ قال لك انا عملت ريليز للترافيك من التراست للان تراست، ومن الان تراست للايه؟ للتراست. قال لك طب والتنل بتتعمل لها نيجوشيشن، النيجوشيشن نفسها ال HTTP تنل بيتعمل لها نيجوشيشن. فانت محتاج تريليز الترافيك من اللوكال. لوكال يعني ايه؟ من الفاير وول نفسه، علشان هو بيستبلش التنل من اللوكال للان تراست، ومن الان تراست للايه؟ لللوكال. بسيرفيس الايه؟ بسيرفيس الايه؟ ال HTTP. هتعملها ازاي؟ سكيورتي بوليسي، هتكريت سكيورتي بوليسي رقم كام؟ هتبقى رقم 3، تمام. رول ار 3، رول نيم ار كام؟ 3. ثانيه بس ارجع لكم وارد على التليفون وارجع كده ليه تاني.
هنعمل ايه؟ هنريليز الترافيك منين؟ المره دي من الفاير وول نفسه، عشان الترافيك بتاع ال ال 2 تي بي نفسه يتعمل له ايه؟ نيجوشيشن. يبقى انت هتقول السورس زون هتكون عندك اللوكال، من السورس زون اللوكال لمين؟ للديستنيشن زون الايه؟ الان تراست. الديستنيشن زون اللي هي الايه؟ الان تراست بالنسبه لك. تمام؟ وهتعمل ايه تاني؟ هتقول له مره تاني هيكون السورس ان تراست في نفس الايه؟ البوليس. السورس هيكون مين؟ سورس زون ان تراست. هتعكسها بقى، هتقول له برضه الايه اللي هي السكيورتي بوليسي دي عكسيه، بتعمل الاثنين مع بعض. السورس زون ان تراست مره هيكون السورس ان تراست، والديستنيشن هو اللوكال عشان في نيجوشيشن. تمام؟ في ايه؟ نيجوشيشن. السيرفيس هتكون مين؟ ال 2 تي بي. السيرفيس بتاعتك هتكون ال 2 تي بي. احنا النيجوشيشن هتسمح لمين؟ لل ال 2 تي بي بس، لان انت هتعرف بعد كده ممكن تعمل الجي ار اي. ممكن السيرفيس بتاعتك تكون ايه؟ جي ار اي، حسب الايه؟ حسب البروتوكول اللي انت ايه؟ اللي انت يعني هنا ما ينفعش يعمل نيجوشيشن مع مع الفاير وول نفسه الا خدمه الايه؟ ال ال 2 تي بي. وهتضغط ايه؟ انتر. الاكشن بتاعك هيكون بيرمت. الاكشن هيكون ايه؟ هيكون بيرمت، يعني انت هتسمح لخدمات الايه؟ ال ال 2 تي بي اللي هي تشتغل على الايه؟ على الفاير وول. اتعمل نيجوشيشن. يبقى انت هنا عملت، لو جيت تقول بقى ديسبلاي، اخرج من المده خالص وقول ديسبلاي سكيورتي بوليسي رول، قول ورينا كده كل السكيورتي بوليسيز الايه اللي معموله. سكيورتي بوليسي ديسبلاي سكيورتي بوليسي اول رول، اول رول رول اول. هيوري لك فعلا اللي انت عندك ار 1 وار 2 تمام وايه وار 3. عاوزين نشوفهم تفصيليا، هندخل على السكيورتي بوليسي ونقول له ديسبلاي ذس. ندخل على السيستم فيو بعد كده سكيورتي بوليسي ونقول له ديسبلاي ذس. هيورينا الايه؟ الكونفيجريشن اللي احنا عملناه على الايه؟ على السكيورتي بوليسي. او ار 1 تمام، ار 2 عملنا من التراست للان تراست تمام، الايه؟ من الان تراست للايه؟ للتراست. تمام، عملنا الريليز للترافيك نفسه بتاع ال ال 2 تي بي نيجوشيشن. طيب الكلام ده كده لحد دلوقتي خلص؟ لا. قال لك ده انت لسه ما عملتش اليوزر نيم والباسورد بتوع اليوزر اللي هو هيستخدم بقى الايه؟ الانيشيشن بتاع الكونكشن ده. هتعمله ازاي؟ قال لك بسيط، هتعمل ايه؟ هتكريت يوزر. هتكريت ايه؟ يوزر. هتكتب يوزر مانج يوزر. انت عاوز تعمل يوزر للمانجمنت. تمام، يوزر مانج. عاوز اعمل ايه؟ يوزر مانج. وتقول له اليوزر اسم، نوع يوزر اللي انت ممكن نعمله من شي اي عادي، يعني لو انت عاوزين نعمله من شي اي نعمله، مفيش مشكله، ولا نخلينا زي ما احنا. تمام، يوزر مانج، واسميه مثلا يوزر 1. ده اليوزر اسمه ايه؟ ده اليوزر اللي هو هياخده ايه؟ هيدخل بيه اللي هو اسمه يوزر كام؟ يوزر 1 مثلا. اسمه يوزر 1. اسمه يوزر 1 كده يعني. تمام، يوزر 1 مظبوط. انتر. يبقى انت كده عملت يوزر اسمه ايه؟ يوزر 1. هتقول له ان البيرنت جروب هو موجود في الجروب بقى بتاعت مين؟ اللي هو الديفولت. هتقول له بيرنت جروب موجود في جروب، مش احنا قلنا اللي في جروب في الايه؟ زيه زي الايه؟ الاكتف دايركتوري. هتقول بيرنت جروب وتقول له سلاش ديفولت اللي هو الايه؟ في الروت اللي هو اسمه ايه؟ ديفولت. سلاش ديفولت. تمام، ده الايه؟ وده موجود باي ديفولت على الايه؟ على ال على الفاير وول. هتعمل سلاش ديفولت. تمام، يعني بيقول لك بيشاور على الروت والجروب اسمه ايه؟ ديفولت. ده موجود اصلا اوريدي على الايه؟ على الفاير وول. سلاش ديفولت. لا، هتكتب سلاش. تمام، سلاش ايه؟ ديفولت. لا، سلاش اللي هو هتعمل علامه الايه؟ الفورورد سلاش. فورورد سلاش ديفولت. ده موجود اوريدي فين؟ على الفاير وول. هوريها لكم برضه على الشيء. انتر. ما انت كده عملته في الجروب. هتدي له الباسورد بتاعه، هتكتب باسورد، هتسمي الباسورد بتاعه مثلا ادمن، ادمن الايه؟ كابيتال ات 1 2 3 اللي هو الديفولت بتاعتي. ات ايه؟ 1 2 3 وانتر. يبقى انت كده كريت الايه؟ اليوزر اللي هيدخل على الايه؟ ال ال 2 بي. طيب انا هنا دلوقتي خلصت الكونفيجريشن كده، هاجي على الايه؟ على السي ام دي بتاعت الجهاز بتاعي وبنج على الفاير وول، اشوف انا شايف الفاير وول ولا لا الاول. اشوف انا كده شايف الايه؟ الفاير وول ولا لا.
اتحلت الايه المشكله. يبقى احنا ايه عملنا، نرجع تاني نشوف الدنيا بتاعتنا. احنا عملنا الاي بي اللي هو 192 كام، اللي هو بتاع الجهاز بتاعك كان واحد كام؟ ده كان واحد تقريبا، معرفش كان واخد اي بي عندك كام على الجهاز، شوف كده على الواي فاي، واخد 1/4. احنا ادينا الايه للفاير وول 1/254. ادينا واحد كام؟ انت واصل على نفس الشبكه طبعا اللي هي ولا شبكه تانيه؟ اي نفس الشبكه. نعم. طيب تمام، يبقى احنا ايه هنخش تاني اهو، اشتغل معانا هنغير بس الانترفيس اللي هو جيجا، اللي هو جيجا 1/0/0، هندخله في الانتراست زون، لان هو ما كانش داخل في الايه الانتراست. لو جيت تشوف ديسبلاي زون هتلاقي الانترفيس مش داخل في الايه في الانتراست، عشان كده ما كانش بيبانك ايه، ما كانش بيبانك عادي. هي دي الايه دي المشكله. فكويس برضو اللي احنا بنقع في حاجات زي دي، عشان ايه وانت في الشغل برضو نفس الكلام ممكن يحصل معاك القصه دي، فتبقى انت ايه عارف الحلول او المشاكل اللي ممكن تواجهك وانت ايه وانت شغال. يعني انت لازم تقعد تراجع الايه الكونفيجريشن تاني عشان تعرف ايه المشكله وايه وتعالج. وهو اما يفتح ننزل الكلاينت اللي هو بتاع الايه السيكوال في بي ان، الملف هتلاقيه موجود عندك، هتبتدي تعمل له انستوليشن اللي هو بتاع الايه الفي بي ان كلاينت، تلاقيه موجود عندك. نعم، هنعمل له ايه انستوليشن اهو الايه هواوي في بي ان كلاينت، هنسطب هو ده الايه ده الملف بتاعنا، هنسطبه ده الايه ده الكلاينت، هنسطبه عشان نبتدي نشيت الكونكشن مع الايه مع الفاير وول اللي هو ال ان اس بتاعنا. انستول، انت كده ايه بتبتدي تعمل انستوليشن للايه للكلاينت، هتبتدي تفتح الكلاينت. تعال نبص على الكلاينت على ما ايه على ما الدنيا ايه تشتغل. نبص على الايه على الكلاينت، نبص معانا على الايه على الكلاينت، نفتح كده الكلاينت مع بعض اللي هو الايه اللي هو السيكو اي في بي ان، تلاقي نزل عندك تمام على الايه، هتلاقي على البتاع على الديسكتوب نزل اه موجود اهو. هنفتح الايه الفي بي ان كلاينت ده، هنبتدي نعمل كونكشن جديد، هنختار ايه هنعمل نضغط على السهم ونقول له اد نيو كونكشن على السهم، ماشي مفيش مشكله. هات ال ال 2 تي بي على الاي بي سيك، اختار ال 2 تي بي على مين على الاي بي سيك. الكونكشن نيم سميه مثلا ال 2 تي بي، ده اسم الكونكشن بتاعك ال 2 تي بي اندر سكور اي ان اس بي اللي هو بتاع الايه ال ان اس بي مع مين مع ال ان اس بي. هتدي له ال ان اس سيرفر ادرس، ال ان اس سيرفر ادرس هو البابليك اي بي بتاع ال ان اس. تعالى بص بقى على الرسم، هيبقى يكون من الاي بي انهي اي بي فيهم؟ الاي بي اللي هو 192 168 واحد كام؟ 1/254 اللي هو يعتبر هنا الايه البابليك اي بي اللي هو 1/200 كام 54. خلي بالك عدل بس هنا، خلي التنل اي بي اللي هو 192، لا هو مش السيرفر ده، هو مش قصده على السيرفر ده، هو قصده على الفاير وول اللي انت معاك كونكشن، انت هتعمل كونكشن مع الفاير وول مش مع السيرفر نفسه. طيب هنعدي شنو هنا تعدي شنو هيكون؟ هنحدث بس التنل اي بي هيكون 5-0، مش احنا عدلناه خليناه 5-0 اللي هو التنل، عشان برضه نبقى ماشيين مظبوط يعني، تبقى الدنيا كلها ايه واضحه مفيش فيها ايه مفيش فيها حاجه. الاي بي بتاع الفاير وول نفسه، تعالى ادخل كده وشوف الاي بي بتاع الفاير وول، هو السيرفر مش شغال، شغله شغل الايه السيرفر هو اللاب هيبقى متعب شويه لان ايه يعني محدش جربه قبل كده سابق تجربه تمام، بس احنا ايه ان شاء الله يشتغل معانا وهن ايه وهنظبط الدنيا. بالذات السي ال اي بيكون صعب شويه، هو جي او اي سهل، حتى هتلاقيه موجود في الماتيريال جي او اي. اعمل ديسبلاي اي بي انترفيس بريف، هتلاقي الفيرشوال تمبلت واخد معاك 5، واخد فرنج كام؟ فرنج 5 ده اللي هو بتاع التنل، واخد فرنج 5. الاي بي بتاعك انت كام؟ فرنج 254. هنعدل بس الايه الزونز، هنقول ديسبلاي زون. لو انت عملت ديسبلاي زون هتلاقي الانترفيس نفسه اللي هو 1/0/0 مش داخل في انهي زون،
يعني مش داخل الزون خالص. بليزيس اهو لوبي لا دي ما كذا انت كارت. هتظهر قدامك الزون هنا، احنا عاوزين نقول ديسبلاي زون، عايزين نشوف الانترفيس داخل في انهي زون، يبقى ديسبلاي زون. احنا قلنا ديسبلاي زون، لو انت ملاحظ كده مش هتلاقي المفروض ده واحد على زيرو على كام؟ على زيرو، مش هتلاقي واحد على زيرو على زيرو في اي حاجه. فانت هتعمل ايه بقى؟ هتدخل على الفاير وول زون انترست وتشيل جيجا واحد على زيرو على كام؟ على واحد. هتدخل على فاير وول زون انترست وتقول له اندو، هتقول له اندو جيجا واحد على زيرو على كام؟ على واحد. انتر اندو اد انترفيس، اندو اد انترفيس اللي هو جيجا واحد على زيرو على كام؟ على واحد. وانتر وهتقول له بقى ايه؟ اد انترفيس، هتبتدي تضيف الايه؟ الانترفيس الثاني لو اد انترفيس جيجا واحد على زيرو على كام؟ على زيرو. لو جيت تبنك بقى دلوقتي هتلاقي الدنيا ايه؟ شغاله معاك. لو انت بنكت كده من البي سي، لو جيت تبنك من البي سي بتاعك هتلاقي الدنيا ايه؟ مفيش فيها اي مشكله. بنك كده من البي سي ونشوف، نسمي كده بسم الله. بنك منين؟ من البي سي. بنج على كام؟ على 192 168 1 254. اشتغلنا اشتغل تمام. يبقى كده ايه؟ يبقى كانت المشكله في الايه؟ في الزون. يبقى انت كده قادر تخش على مين؟ على ادخل كده على الفاير وول جي اي، عم اوريك الايه؟ شغل السيرفر الاول وادي له اي بي اللي هو 10 1 1 كام؟ 10. خلينا خلصنا من الايه؟ من السيرفر 10 1 1 كام؟ 10 تمام. وادي له الجيت واي 10 1 1 1 وبنك كده على الجيت واي وشوف. عشرة واحد 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 سيفت الأول عشان إيه؟ سيفت تمام. طيب تمام. أنت عامل 101، الأي بي 101، هو أي بي 10. خلاص كده تمام. كده تمام، ماشي. ندخل بقى جي أي على مين؟ على الفاير وول. ندخل جي أي. ندخل بقى الايه اليوزر نيم والايه والباسورد. هنعمل ايه بقى؟ ادخل بقى على الاوبجكت مثلا، ادخل على الاوبجكت كده هتلاقي اليوزر اللي احنا كتبناه موجود. ادخل على يوزر هتلاقي عندك على ايدك الشمال كده في يوزر تحت اهي، ادخل عليها هتلاقي عندك ديفولت، اختار الديفولت هتلاقي اليوزر اللي احنا كتبناه اللي هو يوزر كام؟ يوزر اللي هو زيرو كام؟ زيرو وان. وين هذا؟ اضغط على يوزر تاني، على اليوزر فوق ديفولت مش متكريت، احنا ما سيبناش الكونفجريشن ولا ايه؟ طيب ادخل كده على نتورك، ادخل ال 2 تي بي هتلاقي عندك ال 2 تي بي، ادخل كده ال 2 تي بي على ايدك الشمال كده في ال 2 تي بي تمام. موجود الايه؟ موجود الكونفجريشن اللي هو الجروب. طيب نكريت اليوزر تاني، كريت اليوزر تاني على الايه؟ على الديفايس اوبجكت وايه؟ ديفولت. امول جنريت، ادخل على الديفولت ده، ادخل على الديفولت وقول نيو على اليوزر ده، مش على اليوزر ده، ده كده سيرتيفيكت دي، ادخل على اليوزر ديفولت هنا اه ديفولت اه تمام. هتقول له ايه بقى؟ المفروض احنا هنا من تحت هتقول له اد يوزر اللي هو تحت كده، ده في اد يوزر اد
يوزر، هتسمي مثلا اليوزر ايه، يوزر 1 تمام، والايه واديله بس الباسورد بتاعته، الباسورد تحت تمام، الباسورد هنقول ادمن ات 123 اللي هي الباسورد العاديه بتاعتنا، وكونفيرم الايه الباسورد تاني. بقول له اوكي كده، احنا كريدنا الايه اليوزر ده الديفولت زي ما هو، اقول له ايه اوكي. طب احنا كده كريدنا الايه اليوزر، هتلاقي اليوزر اتكريت تحته ده اليوزر بتاعك. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالى على اللي هو الفي بي ان كلاينت بتاعنا، ونبتدي بقى نكريت الايه الكونكشن. هنا بيقول لك ال ان اس سيرفر، السيرفر هنا هيكون الاي بي بتاع الفاير وول اللي انت ايه البابليك، اللي هو 192 دوت 168، اللي هو الاي بي بتاع الفاير وول نفسه 192 168 1 200 كام 54. التانل نيم اللي هو الايه، لو انت فاكر الكونفيجريشن في الاول اللي عملناها في الجروب، التانل نيم هيبقى اسمها كلاينت، اللي احنا مسمينها ايه كان اللي هو اليوزر نيم بتاع الاتشات اللي هو كان كلاينت تمام، والباسورد كانت باسورد كام؟ كانت باسورد 1 2 3 اتشاب تمام، اتشاب هنفترض اتشاب، والايه والباسورد بتاعتك كانت هتقول انيبل تانل اوثنتيكيشن، وهتكتب الباسورد بتاعتك اللي هي كانت باسورد اللي انت كاتبها بالطريقه بتاعتك بقى. طيب الباسورد كانت البري كابيتال 1 2 3 وكان في 0 في الاو كانت 0. نعم. بعد كده ايه هتنزل تحت هتقول له انا عاوز لما استبلش التانل دي هقلاه الانترنت اكسس، عاوز ادخل على ريسورس جوه الايه جوه الايه جوه الريموت سايد ده، وهكتب الاي بي. تعالى كده هتلاقي في عندك اد، في حاجه اسمها تعالى اسحب الايه السكرول اللي عندك اللي هو الايه الهوريزونتال ده، ايوه تمام. هتقول له ايه، هتقول له الاي بي 10 1 1 0 الرينج بتاعي 10 1 1 كام 0، الماسك 255 255 255 0، ده انا عاوز ايه ريموت اكسس على الايه على الريسورسز دي. هتقول له ايه اوكي، ما انت كده ايه عملت الكونفيجريشن بتاع التريبل بي اللي هو هنا الاوثنتيكيشن بس، وهتقول له ايه اوكي. بعد كده هيبتدي يقول لك اضغط على كونكشن، هتبتدي تدخل اليوزر نيم والباسورد بتوع مين؟ بتوع اليوزر نيم اللي انت عامله اللي هو يوزر كام؟ احنا قلنا يوزر 1، الباسورد بتاعتك هتكون اللي هي الادمن ات 1 2 3. لو عمل كونكشن يبقى انت كده الايه؟ ال او تي دي بي كونكشن مظبوط، لو جاب لك كده قال لك كونكتد يبقى انت ايه؟ كده تمام. قال لك في مشكله في الايه؟ عندك في الايه؟ في ال او تي دي بي سيتنج تمام، نراجع تاني او الباسورد تلاقي عندك فيها مشكله تمام، هو اسمه جام يوزر 1 راجع الباسورد تاني. راجع الباسورد بتاعت التريبل بي، يعني ممكن يكون في مشكله في باسورد التريبل بي نفسها. كنسل ده، اعمل اكس كده، هات الايديت، ايوه ايديت ايه هنا تمام، ده كان اسمه كلاينت تمام اتشاب، الباسورد دي راجعها تاني. هنا قلت لها ان هي كيس سنسيتيف، ما اكتب هو انت كنت عامله كلاينت هناك من غير السي كابيتال، ترجع تاني هناك لو في مشكله انت في كلمه كلاينت او حاجه، نرجع تاني هناك يعني نرجع على الكونفجريشن ونشوف. تعالى كده على الجي او اي، هات الجي او اي، هات الجي او اي، هات كده النتورك، هتلاقي عندك في النتورك ال ال تي تي بي، هاته كده تاني، اضغط عليه الايه ال تي تي بي، هات الجروب ده كده اضغط عليه ايديت، هتلاقي عندك في الاخر كده الايه اللي هو الايديت بتاعه تمام. ده كان كلاينت تمام، تاني الاوثنتيكيشن، اوثنتيكيشن دومين، اختار الاوثنتيكيشن دومين كده ديفولت، عشان برضه ايه ممكن دي تكون عامله معانا مشكله، اللي هو الاوثنتيكيشن دومين اختار ديفولت. وين ده؟ هتلاقيها تحت كده نون، هي اللي معموله نون دي اعملها ديفولت تمام، الاوثنتيكيشن دومين ديفولت، وغير الباسورد تاني، يعني غير الباسورد اللي فوق ده كده خليه باسورد ايه تاني كده عشان تبقى فاكره تمام، وايه وغير برضو الايه الباسورد ده اقول له اوكي. نرجع تاني غير الايه الباسورد هنا، يعني تبقى مشكلة باسوردات يعني.
واقول له سيف، تعال اعمل كونكشن تاني يوزر 1. بسم الله الرحمن الرحيم. كده كونكت اهو. قال لك نوتيفيكيشن ايه السكسيدد. هتتاكد بقى ازاي؟ هتخش على السي ام دي وتبنج على مين؟ خش على السي ام دي وبنج على السيرفر بقى، الاي بي بتاع الايه؟ السيرفر نفسه. سي ام دي بنج بقى الاي بي بتاع السيرفر اللي هو 10.1.1 دوت كام؟ دوت 100 10 110 دوت 10 دوت 10 ده اللي هو الايه؟ هتلاقيه هناك. فلو قدرت ايه تعمل كونكشن عليه يبقى انت كده تمام. عاوز تتاكد بقى تاني، ادخل على ال L2TP عندك في ال L2TP في الجي او اي. ادخل فين؟ على ال L2TP على الجي او اي، هتلاقي في سيشن اتفتحت فين؟ اتفتحت على الفاير وول L2TP. هات مونيتور، هتلاقي عندك في مونيتور تحت ال L2TP في مونيتور، هتلاقي مونيتور تحتها، هتلاقي السيشن اتفتحت معاك مفيش مشكله فيها، وبالبورت اللي هو كام؟ 1701 اللي انا قلت لك عليه.